شكرا دائما كنتم اهلا بكم في ميكرو سبور. من بعد اخبار اللي راجت عن استقاله محمد فخير مدرب فريق رجاء البيضاوي اليوم نزلنا للشارع باش نسولوا بعض المواطنين الى مشى محمد فخير من الفريق الاخضر كيفاش كيبان لكم مستقبل الفريق، وانا نشوفوا الاجوبه ديال الناس. ممكن الى مشى فخير فريق رجاء البيضاوي ممكن انه غيتبعثر البيت الداخلي ديال 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 الفريق، خصوصا ان كما كنعرفوا محمد فخير هو ابن الفريق، هو غيكون كما كيقولوا اهل مكه ادرى بشعابها، بمعنى هو اللي عارف اشنو خاص هذاك البيت. الى مشى وفي هذه المرحله بالذات اللي المرحله الثانيه وربما الثلث الاخير ديال البطوله الوطنيه، ممكن غيتخلق واحد التزعزع، وهو في الاصل كاين تزعزع مالي واداري وبزاف ديال الحوايج. اذا اعتقد ان الرجاء البيضاوي ما يكونش في السكه الصحيحه هذه. الا بغاو يمشيو مزيان خصو يبقى مع الرجاء، الرجاء اصلا عندهم ازمه وهو صابر معاهم. الا مشى غيقدروا يديروا نتائج ايجابيه، يقدروا يديروا نتائج سلبيه، غالبا غيديروا نتائج سلبيه، على هو فاهم المنظومه ديال الرجاء وداك الشيء ومزيان في الوداد. حنا بغينا بطوله وداديه. اش غادي نقول لك، اصلا الرجاء بلا فخير ما كاينش رجاء هذا العام. انا ودادي وتنقول الرجاء بلا فخير ما كاينش رجاء هذا العام، لان راه فخير هو اللي موقف الفرقه. ولكن اللي ما في السؤال اللي ما فهمتش انا هو فخير علاش فخير بوحدو اللي تيتخلص الفرقه كامله؟ باسكو فخير تيتخلص وتيحفز اللعابه وتيدعمهم، ما تيدعمهمش ماليا، تيدعمهم معنويا. على حسب المعلومات اللي توصلت بها انه ما كيتسال الرجاء حتى شي حاجه، فلوسه كامله تياخذها، كيوصل راه الشهر كدوز ليه الفيرمون ديالو، كياخذ المسائل ديالو، والدراري تيدعمهم معنويا. ما فهمتش انا واش كيفاش هذه الفرقه هذه غتمشي بالمعنويات. فخير كيبقى عود الفرقه، ودابا الرجاء الحمد لله راه مبلاصيه مزيان، واللعابه الا داروا واحد المجهود من عندهم وهذا وينساو المشاكل وداك الشيء، راه يقدروا يديو الشامبيونا فاسيلمون، ومن بعد يشوفوا المشاكل مع فخير ويحلوا المشاكل الماديه خليوها ابار. راه الشامبيونا يعني بقى لها والو، ودوزوا يعني مابقاش ليهم واحد بزاف، واحد سي ماتش باش يديو الشامبيونا، يركزوا عليها ونتمنوا من السي محمد فاخر حتى هو يعرف الجمهور ديال الرجاء ويراعي عليه ويبقى مع الفرقه حتى هذا، ونتمنوا خير ان شاء الله. الا مشى فاخر نقدر نقول لك اللعابه هما يقدروا يتبعوه، وكنتمناو يجيبوا لنا شي مدرب، واخا ما لقاوش بحال فخير كنتمناو يجيبوا لنا شي مدرب يكون في مستوى، ولكن واخا ما لقاوش شي واحد بحال المستوى ديال فخير كنتمناو حسبان يمشي بحالاش. انا كنظن لمشى فخير البطوله غادا تمشي من الرجاء، وحسبان هو سبب هادشي المشاكل كامله. إذا مشاهدينا كما شفتوا معنا، فالكل قال لأنه إلا مشى المدرب محمد فخير من فريق الرجاء البيضاوي فالفريق غادي يسجل نتائج سلبية، وأيضا حلم البطولة غادي يتبخر. إلى هنا مشاهدينا وصلنا لنهاية الحلقة، كنضرب لكم موعد حلقة جديدة بحول الله، إلى اللقاء.